قلت في الحلقة السابقة إن أوروبا اجتمعت عليه ممثلة في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا. ماذا كانت استعدادات عبد الكريم الخطابي آنذاك؟ كانت استعداداته بعد المعركة العظيمة التي فاز فيها وانتصر وغطت القتلى مساحة 5 أميال من الأرض وأسر من أسر وفعل ما فعل. قلت لكم تقدم وطهر الشمال هذا المغربي من الإسبان وحصرهم في سبتة ومليلة، تقدم إلى البحر وأخذ جزيرتين بحريتين احتلهما وجعل بين جزيرة منهما وبين اليابسة حبلا، جزر قريبة حبلا كان ينقل فيه المؤن والأخبار في قرب جافة من الجزيرة إلى البر وبالعكس. وضع نظاما فريدا للتجنيد. كيف؟ كان قد قسم رجاله إلى مدتين أو إلى قسمين، يعني المدة التي يتجندون فيها ومدة أخرى يعملون فيها، يواصلون عملهم في الإمارة. قلت لكم إمارة إسلامية ذات ضبط وربط وأعمال وإدارة إلى آخره. فكان كل من جاز 15 عاما إلى 50 كان مطالبا بأن يتجند أسبوعين في الشهر، يعني نصف الشهر جندية ونصف الشهر الآخر هو عمل في دوائر الإمارة. وهذه فكرة رائعة وجميلة. يرجعون إلى بيوتهم، يقومون على أهلهم وأولادهم، يتعهدون البيت وأحواله، يرجعون إلى العمل وإدارة العمل، ثم بعد ذلك إذا أمضوا أسبوعين في هذا يرجعون بعد ذلك إلى الجندية من جديد وإلى التجنيد من جديد أسبوعين أخرين. هذه وكان الرجال والنساء والأطفال يساعدون حتى في أوقات الفراغ، وهذه الطريقة ضمنت المسيرة الرائعة للعمل وللتجنيد. هذه فكرة جميلة. قلت لكم أنه قاضي ورجل شرعي، لكن مع ذلك كان مفكرا استراتيجيا وكان رجلا عملاقا حربيا وإماما ورئيسا للإمارة وأميرا للناس، يعني شخصية فعلا مدهشة وعجيبة. الأسطول البريطاني طبعا أراد أن يتدخل، وأرادت بريطانيا أن تقضي على هذه القوة الناشئة لأن خطر على مصالحها بعد ذلك لو انتصرت في مصر والسودان. المهم حاصرت الريف الإسباني، وبريطانيا كانت أكبر قوة بحرية في العالم آنذاك، وفرنسا أكبر قوة برية في أوروبا آنذاك، وإسبانيا ثالث قوة في أوروبا. كل هؤلاء اجتمعوا على هذا الرجل وفتحوا عليه جبهة طولها 300 كيلومتر، وكل الذين معه لا يبلغون، قلت لكم لا يبلغون 12,000، لا يبلغون يعني من الجنود، فكيف سيفعل بجبهة طولها 300 كيلا؟ أمر صعب جدا. لذلك ماذا صنعهم؟ بدأوا يمطرون الإمارة بالقنابل والغازات السامة. أيوة، يعني قصة الأسلحة الرديئة والأسلحة الكيميائية والأسلحة التي تحوي غازات سامة، أسلحة الدمار الاستراتيجي، هذه هم الذين اخترعوها وهم الذين استخدموها مرارا ضد المسلمين، ثم يتهمون المسلمين بعد ذلك بأنهم إرهابيون، أنهم قتلوا، أنهم وحشيون، وأنهم قساة، وهم الذين استعملوا هذه الأسلحة وأبادوا كثيرا من الرجال والنساء والأطفال والحيوانات والزروع، وأحرقوا كثيرا من المزارع بسبب الغارات التي لا تكاد تنقطع من قبل أولئك المحتلين الغزاة. يقول صحفي أمريكي اسمه فانسن تشين، هذا الصحفي يقول دخلت على عبد الكريم، محمد عبد الكريم الخطابي، في نفق في خندق، يعني وهو في الخندق يقاتل الطائرات التي تأتي الإسبانية والفرنسية ببندقيته، بندقية قاتل الطائرات هذه. قال فوجدته باسما متهللا تحيط به هالات الوقار والهيبة، جبينه ناصع يتلألأ، الله أكبر، انظروا أعداءنا كيف يصفون أبطالنا، أبطالنا هؤلاء يعني في الخندق وهذه الطائرات تقصف بالقنابل وترمي بالحمم والغازات السامة
ولا هم جيش بدائي، لا يملكون شيئا، يقاتلون مقاتلة أولية، ليس عندهم سوى بنادق قديمة، ليس عندهم تكتيكات حربية، ليس عندهم شيء، لكن مع ذلك يقاومون هذه المقاومة. قال: وجدته ثابتا باسما متهللا. الله أكبر، كيف الإيمان والطمأنينة واليقين عندما تغزو القلوب، فيصبح الرجل كأنه في واحة وكأنه في حديقة وهو في أشد وأحلك ساعات المعارك. فهذا الصحف الأمريكي يقول: ليتني كنت أستطيع أن أمكث مع هذا الأمير أكثر مما مكثت، فإنني شعرت أنه رجل عظيم، بخلاف، اسمع ما يقول، بخلاف ساسة أوروبا الذين كانوا يشغلون أوقاتهم بالتافه ودنايا الأمور. يعني كيف هذا الرجل الصحفي الأمريكي تأثر أيما تأثر بزيارة لعبد الكريم الخطابي، برؤيته وهو باسم متهلل في صلب المعركة وصعوبة المعركة التي يشيب من هولها الولدان. لكن هؤلاء هم أبطالنا الذين يثبتون، وهم فيهم قوة وفيهم شجاعة وفيهم عظمة وفيهم صبر وفيهم دأب وجد واجتهاد. وهم في النهاية بعد أن تألبت عليه هذه القوة، فتت عليه هذه الجبهات، وقتل من قتل من جيشه، ما بقي معه إلا 200 فقط من المقاتلين، 200 فقط. فعرض عليهم، ماذا رأيه، ما هو رأيكم؟ عرض عليهم الصلح حقنا لدماء المسلمين، فرضوا بذلك واستسلم للقوات الفرنسية وليس الإسبانية، الفرنسية، بشرط الأمان وبشروط وضعها كعادة الفرنسيين وكعادة الكافرين، لم يفوا له بهذا الشرط. فمنذ أن سقط في أيديهم أخذوه ونفوه إلى جزيرة شرق مدغشقر اسمها رينيون، جزيرة فرنسية اسمها رينيون في شرق مدغشقر. قال وهو يوصي أصحابه بعد المغادرة، قال لهم: اثبتوه، يعني أصحابه يعني أهل الإمارة والذين دخلت عليهم إسبانيا ودخلت عليهم فرنسا، أمرهم بالثبات والصبر وأن مستقبل الإسلام، ولا تقلقوا، رجل عظيم. فذهب إلى جزيرة رينيون هذه بعد أن غدر به الفرنسيون، وهو بعد أن استسلم الفرنسيين شاهد الفرنسيين يواصلون رمي القنابل على المغاربة، فقال لهم: هذه المرة أصابت قنابلكم الرجال، وفي العادة لا تصيبوا إلا النساء. انظر إلى هذا الوخز الذي يخزه لهم، قال: أنتم في عادتكم أن القنابل لا تصيب إلا النساء، فهذه مرة أصابت الرجال، يعني بها نفسه ومن معه رحمة الله تعالى عليهم، وأنتم تملكون حضارة مدهشة لأن عندكم قنابل كبيرة، أما نحن فقوم وحشيون همجيون لأن عندنا أسلحة بدائية تقليدية. طبعا هو يستهزئ بهم ويرد عليهم بمنطقهم، حيث يقولون أن هؤلاء المغاربة بربر ومتوحشون ولا قيمة لهم، فيعني يقول: نحن نعم بربر متوحشون، أنا لا أملك إلا بنادق قليلة وأسلحة قديمة، أنتم أصحاب الحضارة المدنية العظيمة لكم تملكون قنابل ضخمة وطائرات وترمونها علينا وتؤذوننا وتقتلون وتفعلون بنا أفاعيل. هذا في الحقيقة اختصر هو وجه الحضارة الغربية الحديثة بكلماته هذه، اختصر هو وجه الحضارة الغربية بكلماته هذه، واستطاع أن يضع يده على موطن العلة منها. موطن العلة منها أن هؤلاء القوم لا يريدون بنا خيرا، وكل كلام منه كلام فارغ لا قيمة له، هم يريدون نهب أراضينا وامتصاص ثرواتنا وتغيير عقيدتنا وديننا. هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تخفى على عاقل أبدا، ولا ينبغي أن تروج علينا أكاذيبهم عن حقوق الإنسان وعن حريات وعن ضمانات، وهم هذه كلها وسائل يريدون أن يغزوا بها قلوبنا وعقولنا حتى تتأثر بهم وتميل إليهم ونسير في ركابهم لا قدر الله. غدرت به فرنسا بعد أن أعطته عهدا مكتوبا بالأمان، غدرت به كعادتها وأرسلته إلى جزيرة رينيون هذه. هذه الجزيرة مكث فيها 21 سنة، الله أكبر. في 11 عاما الأولى لم يعرف شيئا عن تاريخ العالم، منع منه الجرائد والمجلات والكتب وكل شيء له صلة يمكن أن يعرفه بالعالم الخارجي. 11 عاما لا يعرف شيئا مكث. تصوروا هذه الهمجية والقسوة الشديدة من هذه الدولة، يعني كيف يقضي إنسان ما
11 عاما في جزيرة لا يدري عن أخبار العالم شيئا. بعد 11 عاما سمحوا له لمدة 10 سنوات أخرى بقراءة الجرائد والمجلات والكتب التي كان قد أتى بها معه من الريف، مدة يعني جلس مدة 21 سنة في الجزيرة، قضاها في التجول والعبادة والزهد رحمة الله تعالى عليه. كانت سجنا لكنه كان سجن كبير، لكنه كان سجنا كبيرا، وكان عزلة لكنها كانت فرصة للعبادة والزهد والتقرب إلى الله. نحن المسلمين هكذا نعدها، نعد الفتن والبلايا قربة إلى الله تبارك وتعالى وفرصة للعبادة والزهد والخضوع والخشوع. لو كان غير عبد الكريم الخطابي بعد أن كان أميرا، بعد أن كان أميرا لإمارة كبيرة، وبعد أن كان قاضي قضاء، وبعد يسجن منفيا في جزيرة وحيدا لمدة 21 سنة، قد يموت كمدا وغيظا، قد يجن، قد تأتي له حالات هستيرية ونفسية، لكنه الإسلام إذ يربي الشخصية الإسلامية، يربيها على القوة، يربيها على العظمة، يربيها على الصبر، يربيها على استقبال البلايا بثغر باسم. الله أكبر. هكذا كان محمد عبد الكريم الخطابي رحمه الله. بعد 21 سنة بدأ لفرنسا أن تنقله إلى باريس، بدأ لها ذلك، وكان هذا من تقدير الله تعالى لهذا الرجل وخلاصا له وفرارا. كيف صنع؟ السفينة التي ركبها من رينيون الجزيرة كان لابد أن تقف في عدن مضيق باب المندب حتى تتزود بالوقود وتتزود بالطعام والشراب، يعني طريقتهم آنذاك في التوقف، وكانت عدن محطة مشهورة جدا. فلما نزلت السفينة ونزل هو، علم الناس الذين كانوا في اليمن آنذاك، سواء كانوا من اليمنيين أو كانوا من المغاربة أو من غيرهم، أن محمدا ابن عبد الكريم الخطابي على ظهر السفينة، ففرحوا بذلك أيما فرح. أرسلوا لمكتب الاستقبال، مكتب المغربي في القاهرة، قالوا لهم إن محمدا ابن عبد الكريم الخطابي سيمر بقناة السويس، ابذلوا جهدكم لتخليصه. ماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى عبد الرحمن عزام. عبد الرحمن عزام شخصية وطنية رائعة، ويميل للإسلام ويحب الإسلام والمسلمين والصالحين، نحسبه كذلك إن شاء الله تعالى، وهو أول رئيس لجامعة الدول العربية. هذا عبد الرحمن عزام أول رئيس للجامعة. تكلموا معه أن محمدا سيمر بقناة السويس، وهو رجل شخصية مغربية كبيرة، وهو فهذه فرصة لنا حتى نخلصه من براثنهم. فعبد الرحمن عزام فكر بحيلة، عرض المسألة على الملك فاروق، فالملك فاروق وافقه عليها. كيف؟ صعد إلى السفينة التي كان فيها محمد الخطابي، طلب من قبطان السفينة أن ينزل محمد عبد الكريم الخطابي لوهلة قليلة لمدة قصيرة حتى يزور الملك فاروق في القاهرة. كان هذا سنة 1947 حدوث سنة 1367 للهجرة. فقبل ما يمكن يمر شخصية مثل تلك، شخصية مهمة، شخصية عظيمة، دون أن ينزل ليسلم على الملك فاروق، ينزل ضيفا على الحكومة المصرية بضعة أيام ثم واصل طريقه. هنا انطلت الحيلة على قبطان السفينة وأنزل محمد عبد الكريم الخطابي إلى مصر. فمنذ أن نزل أرض مصر أعلنت مصر أنه ضيفها وأنه عندها وأنها لا يمكن أن تسلمه لفرنسا. هكذا فجن جنون فرنسا وأظهرت الغضب الشديد، وكيف تصنعون ذلك، وطالبت بمحمد بن عبد الكريم الخطابي مرارا عن طريق قنوات الدبلوماسية في القاهرة، لكنه أصر على إبقائه. الملك فاروق أصر على الرفض وأصر على إبقائه عنده ضيفا على المصريين، وبذلك نجاه الله تعالى من براثن الفرنسيين بعد 21 سنة من النفي. الله أكبر، كم يبتلى الأبطال وكم يبتلى العظماء وكيف يفتنون. أمين. في القاهرة بقي مدافعا عن حقوق
المغرب أو المغاربة ويسمع أخبارهم ويتسقط المعلومات عنهم، واشتغل مع مكتب المغربي في القاهرة، وتعاهدوا في المكتب المغربي أنه أي دولة تستقل من دول المغرب العربي فإن أبناء يظلون يعملون لصالح الدول الأخرى التي لم تستقل بعد. وهذا الذي حدث، كان يعاونهم معاونة جيدة في المكتب المغربي في القاهرة. تشرفت أرض مصر باستقبال محمد ابن عبد الكريم الخطابي، وتشرفت أرض مصر أيضا بأن احتوت جثمان ذلك الأمير الطاهر محمد عبد الكريم الخطابي سنة 1383. نعم، إن الجرائد المصرية لم تشر له بكلمة، لكن هل هذا هو المهم؟ أم أن المهم هو الجهاد الذي قدمه؟ هل الإنسان يجتهد في هذه الحياة من أجل أن يظهر ويبرز، أو من أجل أن تكتب له الحسنات الضخام الكبار ويلقى الله تعالى وهو عنه راض؟ هل هو المهم أن تكتب الجرائد عن إنسان إذا مات وتقول مات فلان وهو كان وليا وكان صالحا وكان عاملا وكان مجاهدا، أم أن يكتب في الصحائف العليا عند الله تبارك وتعالى عاملا مثابرا مجاهدا؟ هذا هو المهم. فإذا لم يكتب عنه الإعلام المصري ولم يكتب عنه إعلام عبد الناصر شيئا، فهذا لا يضره رحمة الله تعالى عليه، فقد كان بطلا عظيما، وكتبت عنه الصحف الأوروبية كلها، وانتشرت أخباره في الدنيا، وكان أملا من آمال المسلمين في الهند وفي الشام وفي العراق وفي الجزيرة وفي كل مكان تسامعوا به. ما كانوا يظنون أبدا أن ينتصروا على أوروبيين في معارك، وعندما كانت تأتيهم أخبار محمد عبد الكريم الخطابي يمتلئون فرحا وثقة بالإسلام ونصر الله تعالى لهم. هذا هو المهم. ولو كان لذلك عندما يموت اليوم، يموت أناس كثيرون من الممثلين والممثلات ومن الراقصات ومن الداعرين أكرمكم الله، فتمتلئ الجرائد بأخبارهم وتمتلئ الصحف بأخبارهم وتبرز وتظهر صورهم في كل مكان. يعني لا نحزن ولا نغضب، فإن ليس المقياس هو الإعلام هذا الذي بين أيدينا اليوم، وليس المقياس هو الجرائد التي نراها بين أيدينا اليوم، فهي ليست مقياسا أبدا. مات محمد عبد الكريم الخطابي عن 83 سنة أو 82 سنة بعد أن أدى واجبه رحمة الله تعالى عليه، فعل كل ما في وسعه، ولله تعالى في قضائه وقدره أحوال لا نفهمها ولا نعرفها، ولله تصاريف في ملكه وملكوته لا ندركها ولا نقف عليها. فالذي كان بمقدوره أن يصنعه صنعه، والذي كان بمقدوره أن يفعله فعله. بعد ذلك كان الأمر لمن يأتي بعده ولمن يكمل المشوار ولمن يكمل الطريق من بعده. هو هذا المهم، أن تأتي أنت في وقت ما وتبث في الناس الكرامة والعزة، وتحرك فيهم الرغبة في العمل للإسلام، وتدفعهم قدما إلى الأمان، وتمضي بهم إلى الغاية العليا، فيموت من يموت معك ويبقى من يبقى بعدك، ليظل مكملا المسيرة، ليظل بعد ذلك سائرا في الطريق، لا يتردد ولا تلين له قناة ولا يضعف. هذا هو الأمر المهم، هذا صنع عبد الكريم بذكاء شديد رحمه الله تعالى. محمد عبد الكريم الخطابي احتاج إلى الحرب فجاهد، ثم احتاج إلى السلم فسالم في خطة ذكية حقنا دماء المسلمين، ثم بعد ذلك نفي فما فت ذلك من عضده، وبقي دارسا للكتب متعبدا زاهدا متجولا سائحا في الجزيرة 21 سنة. لله كم هو طويل ذلك العمر الذي قضاه وذلك الوقت الذي أمضاه، لكن هو في عمر الأجيال شيء قليل. لذلك نقول للمتعجلين منا الذين يريدون قطع المسافات الزمنية بسرعة ويريدون القفز فوق السنن، نقول لهم حنانيكم، فإن الأمور لا تسير هكذا. إن تقصيرا طويلا قصر فيه آباؤنا وأجدادنا مدة 4 قرون كانت هي عصور الضعف وعصور الانحطاط في العالم الإسلامي، إن تقصيرا طويلا كهذا لا يكفيه سنوات قليلات من أجل تلافيه، ولا يكفيه وقت قليل من أجل الخروج منه
والنقاهة، إنما لابد من وقت طويل، ولابد من أجيال تأتي وتدفع الثمن وتقدم الضريبة وتخلص وتجتهد وتبذل كل ما عندها في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين. هذا أمر لابد منه حتى نفهمه ونكون على ذكر منه، لأننا اليوم نشاهد أناسا متعجلين، نشاهد أناسا يكفرون ويفجرون ويفعلون أفاعيل في ديار الإسلام، ولئن سألتم يقولون هذا العيب وهذا العيب هنا وهذا العيب هناك، هذا التقصير، هذا الخطأ هنا وهذا خطأ هناك، هنا كفر بواح، هنا ضلال، هنا كذا، ربما يكون ما قلتم، لكن ليس هذا هو العلاج. العلاج هو الصبر والحكمة والأنا، وهذا هو الأمر الذي سار عليه وسلكه محمد عبد الكريم الخطابي بالضبط. سلك طريق الحكمة والأناة والدعوة إلى الله تعالى بهدوء، ودرس العلم الشرعي، ومكث على ذلك مدة، وعين قاضيا، وعين قبل ذلك صحفيا، وعين قبل ذلك مدرسا، ثم سار قاضيا للقضاء، كل ذلك في مرحلة السلمية من حياته. قلت لكم حتى أوائل الثلاثينات، حتى بلغ 33، ثم بعد ذلك ابتدأ الجهاد. ابتدأ الجهاد على بصيرة مدة 5 سنوات، فلما رأى أن الجهاد أمر قد يفضي به إلى الموت هو وجميع المسلمين معه في الإمارة، وكان يبلغ عددهم عددا كبيرا، زهاء 500,000، أراد حقنا للدماء أن يسالم، وهذا هو أيضا علامة بارزة في حياته، عقل وحكمة ورزانة. عقل يفضي به إلى جهاد طويل، وحكمة ورزانة تفضيان به إلى التسليم إذا اضطر للتسليم كما حصل معه، لأنه لم يجد معينا من الدول العربية والإسلامية أبدا، بل إن السلطان المغربي في زمانه لم يعاونه ولم يساعده، والسبب معروف وهو أن المغرب كانت تحت الحماية الفرنسية، وكان لا يمكن للسلطان المغرب أن يساعده ويعاونه. وقف ضد الطرق الصوفية، تصور أن الطرق الصوفية في المغرب كانت تقول وهذا فاتني أذكرها في صلب الموضوع، لكن هذا خلاص الموضوع مهم أن أذكرها، كانت تقول لأتباعها إن محمد عبد الكريم الخطابي لا يجوز القتال معه، تصوروا أنتم لا يجوز القتال معه. وللطرق الصوفية وقفات لي معه وقفات في ترجمة الأستاذ الكبير المجاهد عبد الحميد باديس رحمه الله تعالى، يقول لا يجوز القتال مع محمد عبد الكريم الخطابي، والذي لا يقول رجل مشبوه وطرائق مشبوهة على رأسها الدرقاوية والتيجانية ويعني وغيرها، رجال القبائل أنفسهم وخيانات رجال القبائل، ومنعهم أولادهم من المشاركة مع محمد عبد الكريم الخطابي. إذن قضايا كثيرة كان يواجه خيانات في الداخل وضلالات الصوفية في الداخل، وكان يواجه المعسكر الغربي من الخارج، وماذا يصنع رجل أمام هذه القوة الغاشمة وأمام هذا الضلال الذي في الداخل وأمام هذا الباطل الذي في الداخل؟ لكنه صمد وقام مقام الأبطال حتى حقق الله له مراده، وانتصر في معارك، ثم انتصر بعد ذلك بالسلام الذي عقده، ثم توفاه الله تعالى وهو عنه راض، أحسبه كذلك والله حسيبه، وأسأل الله تعالى أن يكون قد قبله ما في زمرة أوليائه في أعلى جناته، آمين. هذا هو محمد بن عبد الكريم الخطابي، أمير لإمارة حديثة استطاعت أن تقف أمام جيوش الغرب المدججة بالسلاح التي خرجت مزهوة بانتصارها في الحرب العالمية الأولى، استطاع أن يثبت للعالم أن الإنسان المسلم يستطيع أن يقف أمام أعتى دول الكفر، ويستطيع أن يلقنهم درسا في وقت لم يكن هناك سلاح إلا سلاح بدائي، ولم يكن له هناك معاون ولا ظهير إلا الله تبارك وتعالى، فقد كان يأوي إلى ركن شديد، أحسبه كذلك والله حسيبه. استطاع أن يضرب مثلا للمجاهدين، كما أنه استطاع أن يضرب مثلا للعاملين والباذلين والدعاة والصالحين، وهو مثلا أعلى لطلبة العلم، فقد درس في جامعة القرويين بفاس في المغرب العلم الشرعي 3 سنوات أو 4 سنوات، وهو مثلا أعلى للقضاء فهو قاض وهو قاض للقضاء، وهو مجاهد فهو قاض ومجاهد. فاستمعوا أيها القضاء، وجاهدوا أنفسكم، وجاهدوا في سبيل إصلاح مجتمعاتكم. استمعوا أيها يا طلبة العلم من الرجال والنساء، جاهدوا أنفسكم وجاهدوا لإيصال العلم الشرعي الصحيح إلى مجتمعاتكم. استمعوا أيها الدعاة من الرجال والنساء، وجاهدوا بالدعوة لإيصاله الأكبر قدر ممكن من الناس. فهذا رجل عملاق جمع بين الجهاد الحربي والجهاد اللساني فكان صحفيا، والجهاد الشرعي فكان قاضيا،
الجهاد بالدعوة إلى الله تعالى في ضبط جماعته وإمارته، وبين إمارة المؤمنين وبين الجهاد في المعارك، فإلله كم هي عظيمة شخصيته، ويا لله تبارك وتعالى كم جعله مثالا حيا بين الناس وواقعا يرى وينظر، لكن هيهات أن يدرك ويلحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره في أعلى عليين، وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.